السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخواني المتابعين، معكم الدكتور ياسر حميد استشاري الأمراض النفسية للحديث عن موضوع إلى علاقة بالصحة النفسية. أتمنى أنه يكون بالمتعة والفائدة لكم، وأتمنى أنه تشوفون أو تجدون في معلومة جديدة في كل فيديو من الفيديوهات اللي نقدمها لكم. أرجوكم في بداية هذا الفيديو أنه يعني تحاولون تشاركون هذا الفيديو مع آخرين، وأنه تشتركون بالقناة اللي دا أنشر عن طريقها هذه الفيديوهات اللي هي ياسر حميد سايكايتري، لأنه هذا الشيء راح يساعدنا أن نوصل إلى أكبر قدر ممكن من المتابعين في دولنا العربية وأيضا في خارج الوطن العربي الكبير، لأنه هنالك احتياج كبير للمعلومات عن الأمراض النفسية وعن مواضيع للعلاقة بالصحة النفسية باللغة العربية. موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع إن شاء الله يكون شيق وإن شاء الله يكون بمتعة وفائدة، وهو موضوع القلب. القلب هذا العضو اللي قد احتل مساحة كبيرة جدا في حياة الناس، في حياة العلماء، في حياة الفلاسفة، الكتاب، لأنه ارتبط القلب منذ قديم الزمان بالمشاعر. هذا العضو اللي هو عضو عضلي يستمر بالعمل من مرحلة ما يكون الإنسان في بطن أمه، يعني في الرحم وهو جنين بيتكون، يبدأ القلب بالنبض وما يتوقف إلا في آخر يوم في حياة الإنسان. فهذا العضو المهم جدا وهذا العضو الفعال في حياة الإنسان، لماذا تم ربطه بالمشاعر على يعني مر كل هذه العقود وكل هذه الأزمنة؟ حقيقة الأسباب لهذا الشيء أسباب يعني كثيرة ومتعددة، منها أنه دائما يعني لاحظ الإنسان وأيضا منذ قديم الزمان أنه انفعالاته، تغيرات المزاجية يصاحبها تغير في عدد ضربات القلب. فلما الإنسان يعني يكون فرحان تزداد ضربات القلب، ولكن أيضا لما يكون خائف أيضا تزداد ضربات قلبه. أحيانا هنالك اضطرابات الكآبة التي يصاحبها خمول ونعاس وتعب وإجهاد شديد، يصاحبها تباطؤ في ضربات القلب إلى آخره. فيعني الإنسان منذ قديم الزمان شاف أنه حالته المزاجية، حالته النفسية، مشاعر، عواطفة يصاحبها تغيير بدقات قلبه، فلذلك تم ربط القلب مع المشاعر. ويعني هنالك الكثير يعني من يعني الفلاسفة وغيرهم والأعمال الفنية اللي رمزت للقلب على أنه هو مصدر المشاعر، بل وحتى أنه هو مستودع ومستقر الروح في داخل الإنسان. ف يعني إذا شفنا يمكن جميع الأديان السماوية، جميع يعني الكتابات اللي كتبت يعني من ناحية الفلاسفة، الرومان والإغريق وغيرهم، خصصوا فد مكانة كبيرة للقلب. يعني مثلا فد صورة يمكن معظمنا قد شافها في الكنائس مثلا، وهي بدت في الكنائس الكاثوليكية، أنه هو رمز قلب يسوع المقدس اللي هو عادة قلب يكون أحمر ومغطى مثلا بالأشواك، ومع ذلك يشع ضوء كبير. فهذا الرمز يعني أصبح فد رمز مهم جدا من رموز المسيحية منذ مئات السنين، وما زال هذا الرمز أيضا مهم لحد الآن، وأيضا في يعني في الدين الإسلامي والكتابات، سواء كان في القرآن الكريم أو في الحديث، هنالك ذكر كثير للقلب عن تقلب القلب وإلى آخره. فيعني تشوفون أنه شون القلب هذا ماخذ مكان مهمة
من الحضارة البشرية وإلى حتى عهدنا هذا عصرنا اللي صارت به كل التطورات العلمية في مجال القلب مثلا. وقمنا نعرف أنه القلب يعني ليس هو مصدر المشاعر في الإنسان، وأنه الناس اللي سووا عمليات لزرع القلب مثلا ما تغيرت مشاعرهم تجاه الناس اللي حبوهم وتجاه عوائلهم، استمروا بنفس شخصياتهم بس حصلوا على قلب جديد مثلا، قلب صناعي جديد. فلذلك رغم أنه الآن معرفتنا على أنه القلب هو عضو عضلي في داخل جسم الإنسان، لكن مع ذلك ما زلنا يعني نشوف يعني كأطباء وكناس أنه هنالك علاقة قوية بين مشاعرنا وبين قلبنا. شنو هذه العلاقة؟ يعني مثلا أعطيكم مثال، كنا يمكن نعرف أو أغلبنا نعرف سمعنا بأحد أو شفنا أحد مثلا لما يموت لا سمح الله عزيز عليكم أو إنسان حبيب، أو تنقطع العلاقة بإنسان حبيب، يمر الإنسان يعني انتكاسة شديدة، يمر الإنسان بحزن لفراق هذا الإنسان، لفراق شريك الحياة أو لفراق يعني أحد أقاربه. وكنا سمعنا أيضا، أنا أعتقد أنه يعني زوج توفى وبعدين زوجته توفت من بعده بكم شهر، أو يعني أو العكس صحيح، أنه زوجة توفى وزوجها يتوفى بعدها بفترة بسيطة، أو أنه اثنين تنقطع علاقتهم يعني كحبيب وحبيبة، وواحد منهم يموت من يعني القهر والحزن. فليش يعني لحد الآن نشوف هذه العلاقة الوطيدة بين القلب وبين المشاعر؟ حقيقة يعني كأطباء وكعلماء يعملون في مجال القلب ما نعرف بالضبط ليش يصير هذا الشيء. طبعا بالتأكيد أكو هنالك الكثير من الأعصاب التي تزود عضلات القلب، وهذه الأعصاب يعني تستجيب للمتغيرات اللي تصير داير مدايرنا. يعني مثلا الإنسان إذا مر بموقف مخيف جدا، الجسم راح يتهيأ لمواجهة هذا الموقف من خلال عدد من التغيرات اللي يصير في داخله، وزيادة في عدد من الهرمونات والمواد الكيميائية تؤدي إلى ارتفاع ضربات القلب، ويمكن تضييق بالأوعية الدموية ويرتفع عند الضغط، فهذا قد يسبب يعني زيادة بنسبة حدوث يعني الموت المفاجئ بسبب يعني الصدمات القلبية أو ما يسمى بالهارت أتاك، يعني تصير عنده نوبة قلبية بسبب هذا الحزن الشديد. فهذا الشيء إحنا نعرفه، لكن هنالك أشياء أيضا تفسيرها جدا صعب. يعني مثلا هنالك اضطراب في عضلات القلب اللي هو يسمى ب تم وصفه طبعا في اليابان في التسعينات من القرن الماضي، وسموه تاكو تسوبو كارديوميوباثي، اللي هو ضعف عضلة القلب نتيجة للإجهاد الشديد أو يعني المشاعر القوية، سواء كانت خوف شديد أو حزن شديد. وهذا يعني اسم هذا الاضطراب اللي هو تاكو تسوبو هي مأخوذ من شكل إناء يستخدم باليابان في اصطياد الأخطبوط، حيوان الأخطبوط. فهذا الإناء يكون عنده عنق متضيق، ويعني جسم الإناء يكون واسع، وبالضبط يتغير القلب بنفس هذا التغير في هذا الاضطراب العضلي في عضلات القلب. تصبح عضلة القلب ضعيفة فتترهل، وممكن أنه يؤدي ذلك إلى موت هذا الإنسان. الشيء الغريب بهذا الاضطراب في العضلة القلبية بسبب الحزن أنه إذا تحسنت حالة الإنسان النفسية ممكن أنه يختفي هذا يعني هذا الاضطراب، هذا المرض، وأنه ترجع عضلة القلب إلى طبيعتها وإلى قوتها الطبيعية، وتختفي كل أعراض هذا المرض من ناحية يعني الألم في الصدر والضعف في التنفس أو يعني ضيق النفس إلى آخره.
فهذا الاضطراب فعلا حير العلماء أنه شلون ممكن أنه الإنسان يمر بحزن مفاجئ وتتغير على ضوء ذلك عضلة القلب وتبدأ بالضعف والضمور، وإذا تحسنت حالة الإنسان يختفي هذا المرض تماما. فهذا واحد من الأمثلة اللي تشوفكم أنه إحنا شقد ما يتقدم بينا العلم وشقد ما تتقدم بينا المعرفة لمعرفة يعني تفاصيل عمل القلب، ما زلنا نجهل الكثير من الأشياء عن هذا العضو المهم. الشغلة الثانية اللي يعني حبيت أيضا أقولها في هذا الفيديو، أنه شافوا حتى أنه في الحيوانات لما الحيوانات تعرضها إلى يعني مثلا نمط غذائي معين، وخلي يكون هذا النمط الغذائي نمط غذائي ضار. وأتذكر هنالك يعني واحدة من الدراسات اللي سووها بالثمانينات عن يعني عن ارتفاع الكوليسترول بالدم، وهو يعني ارتفاع الدهون بالدم، فأعطوا للأرانب كميات كبيرة من الكوليسترول أو الدهون في غذائهم، لكن قسموا هذه الأرانب إلى مجموعتين، مجموعة تم الاعتناء بها عاطفيا، يعني لما تعطيهم الأكل كانوا الباحثين يقضون شوية وقت مع الأرنب يلعبون وياه يمسدوا له ويعطوا الأكل الضار به، شافوا أنه المجموعة التي تم يعني رعايتهم عاطفيا ما صار بيهم أمراض قلب بنفس أو أمراض أخرى بنفس النسبة اللي صارت عند المجموعة مع الأرانب اللي ما أعطيوا ذلك الاهتمام وذلك العاطفة وتلك المحبة. يعني حتى لو الاثنين المجموعتين قد أكلوا نفس الأكل السيء من ناحية الأكل المرتفع بالدهون، لكن إذا كانت يعني حالتهم النفسية مرتاحة أكثر ما يصير بيهم الأمراض بنفس النسبة اللي تصير بالمجموعة الأخرى. وأيضا هذا الشيء شافوه بالناس، أنه هنالك بعض الناس اللي يمكن مثلا ما يمارسون الرياضة أو ما يأكلون أكل صحي ويمكن يدخنون، لكن شوفهم مرتاحين نفسيا، فنسبة الإصابة بأمراض القلب عندهم رح تكون يمكن أقل من نسبة الإصابة بالناس اللي يمكن يأكلون زين وأكل صحي ويسوون تمارين وما يدخنون، لكن في داخلهم هم ناس حزينين جدا ويمرون بضغط كبير جدا من ناحية يمكن عملهم أو علاقاتهم الاجتماعية. فلذلك هذا الدليل أيضا قد أثبت على وجود هذه العلاقة الوطيدة بين مشاعرنا وبين صحتنا النفسية وبين صحتنا القلبية. فلذلك اللي حبيت أقوله أنه يعني العلم قد تطور كثيرا، وهنالك الكثير من المعتقدات عن القلب اللي يعني عرفنا أنه هي غير صحيحة، مثلا أنه القلب هو مركز المشاعر أو أنه مركز الروح إلى آخره، لكن ما زلنا نؤمن بأنه هنا لك علاقة قوية جدا بين عواطفنا ومشاعرنا وبين قلبنا. فلذلك أنصحكم أخوتي وأخواتي المتابعين أنه يعني تديرون بالكم على صحتكم النفسية، لأنه هذا الشيء هو مفتاح لصحتكم الجسدية بشكل عام. وإذا شفتوا أي إنسان يمر بحالة من الحزن الشديد، حاولوا أنه تخففون عنهم بأي طريقة ممكنة، لأنه هذا الشيء قد فعلا يكلفهم حياتهم بسبب هذا الحزن الشديد. أتمنى أنه يكون هذا الفيديو وصل لكم فد معلومة مفيدة تفيدكم بحياتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات أخرى قريبا واللي راح أستمر بتسجيلها لتشجيعكم ولتواصلكم ويانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.